وللمزيد يسرني أن ينضم إلي في الاستوديو السيد نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في شركة أمانة كابيتال. نور، أهلا وسهلا بك. وصل الكلام بعد أزمة أوروبا إلى حد الحديث والتساؤل عن إمكانية أن ينهار كل شيء، ومع ذلك بقي اليورو على ثباته النسبي، كيف تفسر هذا الأمر؟ نعم، هلا فعليا في الوقت الماضي او خلال نقول تداولات الاسابيع الماضيه شفنا يعني زي نقول استقرار باسعار اليورو، او لما ننزل عند مستويات بالذات ال 35 1.35 دولار عم نرجع نشوف ارتفاعات. هاي الارتفاعات طبعا او لنقول هاي التداولات المستقره هي كان سببها الاشاعات، لانه لما نزلنا عند مستويات 1.35 اجت اشاعات في الاسواق بتقول انه البنك سيتي جروب بلش شراء على اليورو، بلس بعدين اجت عندنا طلبات او اللي هو لنقول شراء البنك المركزي الاوروبي لسندات فرنسا، سندات اسبانيا والبرتغال اند سو اون. فكل هاي كانت الإشاعات. أكثر إشي ثبات اليورو هلأ في الوقت الحالي هو عبارة عن إشاعات، إنه بيقول مثلا زي يوم مثلا يوم الجمعة الماضي اللي قبلها استقال بيرلسكوني، كان everyone is betting على عم بيشتروا يورو، لكن الشراء بالنهاية كان لمدة قصيرة جدا، لمدة 3-4 ساعات بس في بداية الفترة الآسيوية، بينما شفنا بخلال آخر الفترة الآسيوية رجعنا نزلنا مرتين لحد 34. هلأ أي ارتفاع في الوقت الحالي بالنسبة لليورو غالبا راح يكون محدود في مستويات 1.40 ل 1.41، لكن الشيء الوحيد اللي نرجع نقول اللي ممكن يفيد اليورو على المدى لنقول كيغير اتجاه هو إذا قام البنك المركزي أو الفيدرالي الأمريكي بالإعلان عن اللي هو QE3 أو الإجراء التحفيزي الثالث. طيب نور الدين، يعني هي نفس الشائعات كانت تطال كل الأسواق، لكنها كانت تهز بعنف أسواق السندات، أسواق الأسهم، وهنا الحديث عن هذا الهدوء النسبي في أسواق العملات. طيب أنت تقول لأنه دائما كان يرتبط بالشائعات عمليات شراء، بالمحصلة من يشتري اليورو كان في هاي الفترة؟ بدنا نقول في عنا إشي كمان ما ننسى، إنه في عنا إشي اسمه short covering. يعني هلا في خلال اللي نقول زي فترة اللي هي مجموعة العشرين لما صار في اتفاق، كان قبل الاتفاق كان في إشاعات كتير ومن الريبورترز حتى من المراسلين إنه بقول لك إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، وبالذات مثلا لما كمثال لما ألغوا قبل اجتماع الليدرز الزعماء ألغوا اجتماع وزراء الفاينانسر اللي هم المالية، فأدى هذا طبعا أنه كل الناس كانت بايعة قبل القرار، بينما لما طلع القرار طلع قرار مفاجئ بأنه رفع الـ EFSF صندوق الهيئة صندوق الاستقرار المالي. فطلعت القرارات بشكل أكثر مما كان متوقع، صار في عنا إشي أنه الناس صارت تبيع أو سوري صار في إشي اسمه short covering، الناس كلها كانت selling the euro، هلأ عم نرجع نعمل covering على شراء اليورو. هلأ مين اللي بيشتري يورو في الفترة هاي؟ هي عبارة عن لنقول بعد تخفيض الفوائد، لا يمكن أنه نقول والله خفضوا الفوائد معناته اليورو راح ينزل عند 1.30 او 1.20، لازم يكون في شيء هناك ريتريسمنت مود او ريتريسمنت بيريد. يعني هلا كانت الاسبوع الماضي المخاوف من اوروبا، هلا عم نشوف بنفس الوقت بالاضافه لمخاوف اوروبا اللي هي مخاوف من الازمه الامريكيه الداخليه اللي هو على قصه الميزانيه، لكن بالنهايه اذا بتيجي تتفرجي صرنا نسميها بالاسواق بالنسبه للامريكان بالذات صرنا نسميها اللي هي الامريكان دراما. يعني زي ما صار في خلال الصيف لما كانوا مهددين انه يصير في government shutdown، في اخر وقت قبل بساعه او ساعتين من الديدلاين كان عندهم اتفاق. فمعظم الاحيان في الوقت الحالي هو عباره عن الاخبار وبالاضافه طبعا الى الشائعات هي اللي بتلعب اكبر دور في الأسواق. اليوم في حديث كتير بأنه جزء من ثبات اليورو له علاقة ليس بقوة اليورو بحد ذاته، وإنما بشكوك حول النظرة المستقبلية في موضوع الدولار تحديدا. إلى أي مدى توافق على هذه؟ ممكن أوافق لكن بشكل بسيط. يعني أقول لك ليش، لأنه هلأ إذا بنيجي نتفرج من ناحية تقنية ومن ناحية اقتصادية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي أظهرت اللي هي أرقام البطالة. يعني private payrolls كانت عالية، اللي هي الوظائف الجديدة كانت بالقطاع الخاص عالية، بالقطاع العام عالي، انخفضت مستويات اللي هي البطالة مرة تانية. طبعا هذا كان فيه له تبعات أو كان متوقع نوعا ما. ليش؟ لأنه بنستخدم إشي اسمه intermarket analysis. intermarket analysis هي إنك ما تتفرج على المؤشر العام بشكل عام، يعني لنقول مؤشر لنقول مثلا ISM manufacturing index، أنت بتتفرج على هو composite index بالنهاية، هو عبارة عن مؤشر مركب، بينما هو عبارة عن 9 مؤشرات.
لما انا اجي اتفرج على اهم ثلاثه اللي هم عندنا الامبلويمنت والكرنت والاكسبكتيشن، عندنا اللي هو الكرنت اللي هو الحالي، الامبلويمنت اللي هو التوظيف. لما انا بشوف التوظيف على كل معظم القطاعات في ارتفاع، طبعا شيء كبير انه يكون عندنا النون فارم بيرول ممكن يرتفع او تنزل نسبه البطاله. هذا الحكي اللي صار برضو انعكاسا على المؤشرات الأمريكية بشكل عام، كانت كلها فوق الفيفتيز رجعت مرة ثانية، بينما أوروبا أو ألمانيا بالذات كل مؤشراتها أصبحت تحت الخمسين، وهو ما يدعو إلى التشاؤم، لأنه فوق الخمسين يكون الأمور نوعا ما جيدة، لكن تحت الخمسين وصلنا لمستويات حوالي 47 في معظم هذه المؤشرات، وهذا ما يدعو إلى فعليا أنه نتوقع أنه يصير في انكماش في أكبر دولة في اليورو أو اقتصادين وهي ألمانيا. غير هيك كمان في شغلة، أنه لاحظت في الفترة الأخيرة أنه تراجع الفدرال الأمريكي عن أنه سيقوم، هنا كان في كتير حديث على أنه سيقوم بالإجراء الكمي الثالث، بينما اللي أوقف هذه الفكرة على الأقل خلال الأسبوع الماضي اللي هي نسبة البطالة، وبالإضافة إلى ISM والإندستريز، معظم الإندستريز بالذات الإنتر ماركت إنديسيز كانت فيها كلها جيدة عما كان متوقع. شو كيف نظرتكم لليورو دولار في الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة أنه يمكن تكون حبلة بالأحداث فيما يتعلق بأزمة أوروبا؟ نعم، downside يعني. هلا downside risk، إحنا ورسل يعني عم نتوقع إنه استمرار هذا الانخفاض على الأغلب سيبقى لحتى ممكن نقول لحد نهاية الربع الأول على الأقل من السنة الجاي. هلا وين ممكن يوصل عنا؟ خلينا نقول على مستوى الارتفاع، يعني المتداولين عم بيجي كله بيسأل إنه أوكي وين ممكن اليورو يوصل لو صار في عنا أحداث. بنرجع بنحكي إنه الشيء الوحيد اللي ممكن يدعم اليورو فوق 41 اللي هو إذا في حال قام الفدرال الأمريكي بالإعلان عن الكيو إي. لكن على مستويات الانخفاض عنا أول شيء مستويات 34-80 مرة ثانية اللي شفناها الأسبوع الماضي، باختراقها ممكن جدا نوصل ل 1.30. هلا 1.30 بنسميها اللي هي الحاجز النفسي، الحاجز النفسي إذا تم اختراقه سهل جدا أن نوصل ل 127. أما توقعات لحد نهاية الربع الأول من العام المقبل، فأتخيل برضو مستويات 25 إلى 27 ضلها فير برايس خلال الفترة هاي. هل فعلا في يمكن الحديث عن فير فاليو، عن قيمة عادلة في هاي الظروف نوردين يعني؟ والله يعني صعب فعليا. إذا بدنا نحط فير فاليو لكل عملة يعني الأرقام جدا راح تتغير، زي ما تقولي الأرقام العادلة لأسعار الذهب. يعني إذا بدنا نيجي نحسبها، يعني آخر مرة شخصيا أنا حسبتها في جانيوري الماضي، كانت أسعار الذهب القيمة العادلة لها 2400 دولار. بالمقارنة مع مين؟ مع الأدجستد إنفليشن تبع سنة 1980 لحد اليوم. زي السيلفر المستويات العادلة لها كانت في حوالي 70 في هذاك الوقت. طبعا ارتفع التضخم عندنا خلال الفترة الماضية بشكل كبير برضو مع ارتفاع الطاقة والمعادن الثمين، لكن فير فاليو للعملات يعني مثلا كان أقول رفلي مثلا فير فاليو لليورو غالبا راح يكون تحت 1.10 يعني، وهي الكل ممكن يجي يحكي عنها انه والله 1.10 هذا حتى بجوز يكون 1.10 يكون كثير يعني. فهمت علي؟ فبضل انه نحسب فير فاليو لليورو دولار او حتى يعني حتى للجابانيزيان اذا بتيجي تحتبريها. هلا الجابانيزيان كيف بنقول انه الفير فاليو تبعته والله 76 دولار، ف بتضلها شكل صعب، ولو بدنا نجي نحسبها راح يكون أرقام خيالية أو غير مصدقة من قبل الجميع على الأقل. نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في شركة أمانة كابيتال، شكرا جزيلا لحضورك معي. شكرا، أهلا فيك. أزمة أوروبا تربك المستثمرين حول العالم، فهي وإن دفع